بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في المحاضرة الأولى في التدريب الرياضي كيف تصبح مدرب رياضي. المادة العلمية من إعداد وتقديم الدكتور أحمد علي الراعي، دكتور التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق بكلية مصر العربية. الهدف اللي احنا المفروض نحققه من المحاضرة دي إن شاء الله، أول حاجة تعرف المتعلمين على مفهوم التدريب الرياضي، 2 أهداف التدريب الرياضي، الاتجاهات الحديثة في التدريب الرياضي، خصائص التدريب الرياضي، ومتطلبات التدريب الرياضي. نبدأ أول حاجة بمفهوم التدريب الرياضي. قبل ما نبدأ في العملية التدريبية لازم نعرف يعني إيه تدريب رياضي عشان نقدر نشتغل بشكل سليم ونقدر نعمل اللي إحنا عايزينه في التدريب ويكون بشكل يتناسب مع اللاعبين ونحقق الهدف اللي احنا عايزينه. التدريب الرياضي هو عملية تربوية بتهدف لها تخطيط علمي، تهدف لإعداد اللاعبين بمختلف مستوياتهم وحسب قدراتهم. يعني إن أنا بدرب اللاعبين تربوية، إن أنا أنمي عندهم النواحي السلوكية والنواحي التربوية بناحية علمية، لأعدهم في كل لاعب حسب مستواه حسب قدراته، وده بيكون إعداد متعدد من جميع الجوانب للفرد سواء بدنية أو مهارية أو فنية أو خططية ونفسية. يعني جميع جوانب الفرد في العملية التدريبية لازم أهتم بيها عشان أقدر أعمل تنمية كاملة وشاملة للاعب، عشان طبعا أوصل بيه للمستوى الرياضي اللي أقدر أحقق منه النتائج اللي عايز أوصلها. تمام، بعد كده إيه الأهداف من التدريب الرياضي؟ يعني أنا من خلال التدريب الرياضي بهدف الوصول لإيه؟ طبعاً بنمي جميع القدرات البدنية للاعبين عشان أوصل بيهم للمستوى المطلوب. القدرات البدنية تشمل القوة، تشمل السرعة، تشمل الرشاقة، تشمل المرونة، وبنمي وركز على المتطلبات البدنية الخاصة. في فرق هنا بين القدرات البدنية العامة في النقطة الأولى والقدرات البدنية الخاصة في النقطة الثانية. البدنية العامة اللي هي جميع القدرات البدنية اللي ممكن أنا أركز عليها عشان أوصل باللاعب وأساعده إنه يوصل لمستوى مطلوب، بركز على قدرات كتير من غير تحديد إن أنا عايز إيه بالظبط، بركز على أكتر من قدرة وبدنية بدون التحيز للعبيتي لسه، فبنمي تنمية عامة وشاملة. أما النقطة الثانية اللي هو التركيز على متطلبات بدنية خاصة، بمعنى إن أنا لو لاعب جمباز هناك بعض الصفات البدنية الخاصة للاعب الجمباز لازم نركز عليها، غير لاعب كرة السلة، غير لاعب كرة القدم، غير لاعب الكرة الطايرة، كل لاعب ليه متطلبات بدنية خاصة بلعبته لازم نركز عليها، وده ما يسمى بالتدريب النوعي. الاهتمام والتركيز مركز بالأداء المهاري عشان أوصل للأداء المثالي. طبيعي جدا إن أنا أركز على الأداء المهاري للاعب، مستوى أدائه للمهارة نفسها يأديها بشكل سليم، وده هيساعدني بعد كده إن أنا أقدر من خلال التدريب إنه ينفذ المتطلبات المطلوبة منه خلال المحاضرة، خلال التدريب أو خلال المباراة، ويقدر يسجل أو يحقق على سكور سواء بقى كان اللعبة الرياضية دي من خلال تسجيل نقاط أو إن أنا أهزم الخصم على حسب اللعبة الرياضية بتاعتي. طبعاً بحسن خطط اللعب، يعني نواحي الفن، نواحي الخططية للاعب سواء خططية هجومية خططية دفاعية على حسب كل خطة في اللعبة نفسها بهتم بيها ونميها عند اللاعب. بنمي السمات الفردية، السمات الفردية الخصائص الفردية وبروفيل النفسي للاعب اللي هو الإرادة، التصميم، المثابرة، العزيمة، الثقة بالنفس، قوة، تحمل، الحاجات دي كلها لازم ننميها في اللاعب. بنمي في اللاعب نواحي اجتماعية برضه ونواحي نفسية. النواحي الاجتماعية لو في ألعاب جماعية أو رياضات جماعية بنمي خواص النواحي الخاصة بروح الفريق، بيتكاتف مع بعض، يعرف إن أنا ما أقدرش أوصل لتحقيق المستوى المطلوب من غير إن أنا أتعاون مع فريقي عشان أقدر أحقق المستوى المطلوب، ونمي كمان النواحي النفسية عند اللاعب. شيء طبيعي إن أنا لازم أكون عند رعاية صحية باللاعبين وأعطيهم الإصابات، وهدف التدريب هنا في النقطة دي إن أنا بعلم اللاعب بتدريب سليم، بتجنبه الإصابات، بوفر له الأداء المكان اللي يقدر من خلاله يمارس الرياضة بتاعته بدون التعرض لإصابة وبدون إن هو يسبب خطر عليه. ده شيء مهم جدا وضروري بالنسبة للاعب.
التدريب الرياضي من نقطة مهمة جدا ان هو بيوفر لي معلومات عن العلوم المرتبطة، بمعنى ان انا الرياضة بتاعتي مش بتكون ممنهة عن العلوم التانية، بستفاد من العلوم النظرية، علم النفس، علم الاجتماع، انواع العلوم مختلفة بربطها وبستخدمها، علم الفسيولوجي، علم المواد الصحية، حاجات كتير جدا بستفيدها. والتدريب الرياضي مهمته هنا انه يوصل او ان انا بعمل بستفيد من المعلومات دي وبقدر ان انا استفيد بيها في التدريب اثناء التدريب للمهنه. من هنا نقدر نقول ان احنا وصلنا لمفهوم التدريب الرياضي. هو ايه؟ هو عمليات تربويه بتعتمد على الاسس العلميه. اللي انا بعمله في الملعب هي عمليات تربويه، تربويه انا بنميه من جميع الجوانب، فبالتالي هي عمليات تربويه. اسس علميه بتنفذ العمليات التربويه دي من خلال نقطتين اتنين، او من خلال التخطيط، بخطط البرامج التدريبيه اللي بنفذها، ومن خلال القياده الميدانيه اللي هي بمعنى صح اللي هو التدريب في الملعب. طيب يتم من خلال تخطيط البرامج والقياده في الملعب او في ميدان التدريب، يتم من خلالها تحقيق اهداف التدريب الرياضي المتمثله فيه. طبعا الوصول للاعب لاعلى مستوى رياضي ممكن في نوع نشاط رياضي تخصصي، وان انا اقدر احافظ على مستواه واطوره. ايه بقى الاتجاهات الحديثه في التدريب الرياضي؟ رقم واحد او النقطه الاولانيه، الزياده في الاحجام التدريبيه. يعني ايه زياده في الاحجام التدريبيه؟ احنا دلوقتي عندنا جميع اللاعبين او المدربين بيلجأوا لنقطه ان انا بدرب اللاعبين بكميه اكبر او وقت اطول وفترات اطول. طبعا ولكن دي في مهمه خطيره جدا، ان انا لازم اراعي تشكيل الاحمال التدريبيه، والنقطه دي هتيجي تباعا قدام شويه في محاضرات متقدمه، ان تدريب اللاعبين باحجام تدريبيه عاليه لازم اشكل الحمل التدريبي عشان ما يحصلليش حاجه اسمها اوفرلود للاعب او الحمل الزائد ويحصل لي اصابات او يحصل هبوط في مستوى اللاعب مش تقدم في المستوى. فلازم يعني برضو يعني ايه زياده الاحجام التدريبيه؟ احنا عندنا لو بندرب اللاعب 3 مرات في الاسبوع او 3 ايام في الاسبوع، الزياده في الحجم التدريب ان انا بدربه 5 ايام في الاسبوع، وفي تدريب بيتم صبح وليل. فان كان بيتدرب في الاسبوع لمده 3 ايام فقط، مدة الوحدة التدريبية واحدة ساعتين أو 3 ساعات، يبقى 9 ساعات في الأسبوع. لا، إحنا هندرب لمدة 5 أيام، 5 أيام في 3 ساعات، 15 ساعة في الأسبوع. طبعا زيادة في حجم الحمل التدريبي، ولكن كما ذكرت سابقا إن إحنا لازم يكون في تشكيل لحمل التدريب بما يتناسب مع الأحجام عشان أتجنب الحمل الزائد وأتجنب الآثار السلبية اللي ممكن تحصل بسبب سوء تشكيل الحمل. النقطة الثانية، زيادة اتجاه تخصصي. يعني ايه زيادة اتجاه تخصصي؟ ان انا زيادة في التركيز على النواحي الخاصة بالنشاط الرياضي الممارس. واحد بيلعب كرة طايرة، فبالتالي لازم ان انا ازود الفترة او ازود التدريب على الكرة الطايرة، ازود اخلي التدريبات الخاصة بالكرة الطايرة كتيرة، سواء حتى لو تدريبات بدنية توصل لمرحلة من مراحل ان التدريب البدني ان انا بقوم بيه بخليه بمشيه او بخليه بيتم في المسار الحركي الخاص بالكرة الطايرة. بمعنى لو معايا كرة طبية وبستخدمها في التدريب، ممكن اطلب من اللاعب ان هو يؤدي الكره الطائره او يقذفها في اتجاه مشابه لبعض المهارات او الحركات اللي تؤدي في الكره الطائره، كجزء كره السله، كجزء كره القدم. فهنا بزود الاتجاه والتركيز على الناحيه التخصصيه. زياده حجم التدريب على المنافسه، ان انا بطلب بوصل بقى باللاعب ان انا بدربه في التدريبات بتاعتي بتوصل لمرحله معينه ان هو يوصل للتدريب بشكل زي منافسه بالظبط، بحيث ان هو يتعرض لبيئه مشابهه للمنافسه، بنزله في ملعب مشابه للمنافسه اللي هينزل يلعب فيها. لو في صوت جمهور، لو في جماهير حاضرين يحضروا ولا اقدر احضرهم، لو الاحمال التدريبيه عاليه زي المنافسه، اخلي نفس اللي هيشوفه في المنافسه في المسابقه يحاول يوصله ويحاول يحصل عليه اثناء التدريب. بعد كده زياده التماثل بين ظروف التدريب والمنافسه، هو نفس زي النقطه السابقه، ان احنا بنقول ان احنا بنخلي التدريب نفسه مشابه جدا للمنافسه، بقى بضعه عوائق قدام اللاعب زيه زي المنافسه بالظبط، نفس السيناريو. في فرقه مقابله مثلا هيلعبها، لو كانت فرقه جماعيه بيكون مستواهم عالي، يحضر في نفس التدريب، حضور مثلا قبل المباراه بوقت مناسب، ينزل في الملعب يؤدي كأداء مشابه جدا للماتش الاساسي، يكون ده من خلال المباريات التجريبيه ما بين فرقه وفرقه اخرى، او فرقه اعلى في المستوى او اقل في المستوى، وفقا للخطه بتاعه المدرب، وفقا للخطه اللي متبعه.
وسائل غير التقليديه يعني ايه؟ يعني في ناس بتستخدم المرتفعات، انتشار وسائل استخدام وسائل غير تقليديه، في تستخدم ممكن تستخدم مرتفعات في التدريب. عارفين ان المرتفعات بيكون فيها مستوى الارتفاع، مستوى سطح البحر بيقل الاكسجين، فده بيمثل ظروف اعاقه على اللاعب والحمل اعلى، فده في ناس بتستخدم كده. في التدريب العالي ممكن استخدم وسائل ثانيه، ممكن انا استخدم عوائق اثناء التدريب، ممكن اثقال اربطها في اللاعب اثناء التدريب بتسبب عبء عليه، ولكن عند بشيل هذه الاثقال فاللاعب بيقدر يؤدي، وبيكون اثناء بعد التدريب بيكون يعني بيؤدي بدون هذه العوائق، وبالتالي بيديك مستوى اعلى ومستوى احسن ده المقصود بيها. وفي ناس بتستخدم حاليا في بعض الافراد بيستخدموا، سمعنا عنهم ان هو بيستخدموا الاكسجين اللي هو الاكسجين المستخدم في بيستخدموا رواد الفضاء لاستعاده الاستشفاء والحاجات دي. في ناس بتستعين بحاجات زي كده طبعا وفقا للامكانيات المتاحه وفقا للقدره على توفير الوسائل دي. طبيعه الاسلوب التنافسي، ان انا تدريب على طبيعه الاسلوب التنافسي زي ما اتكلمنا فيه قبل كده، ان انا دلوقتي بحط اللاعب في موقف مشابه تماما لاسلوب المنافسه يؤدي فيه، وبنفس الاحمال او بنفس الضغوط اللي ممكن يتعرض عليها اللاعب من في المنافسه، عشان لما يخش المنافسه ما تكونش غريبه عليه، ما يحصلوش نوع من انواع الصدمه او نوع من انواع حمى البدايه بتاعه المباراه ويتاثر اداؤه. طبعا تطوير نظم التدريب في ضوء الفروق الفرديه، احنا كلنا كبشر كل انسان بيختلف عن الاخر في اتجاهاته في قدراته في مستواه، فلازم التدريب الرياضي بيتم وفقا لكل فرد ومستوى كل لاعب من اللاعبين. خصائص النقطه بعد كده، خصائص التدريب الرياضي نقصد بيها ايه؟ خصائص التدريب الرياضي الوصول ب يعني اللي بيميز التدريب الرياضي انه بوصل للفرد ده لاعلى مستوى ممكن في نوع النشاط الرياضي اللي انا متخصص فيه، بيعتمد على المعارف والمعلومات العلميه. شيء طبيعي لان يعني التدريب الرياضي علم بيستمد قوته بيستمد تنفيذه من العلوم الاخرى زي ما قلنا بكده، علم الاجتماع، علم الفسيولوجيا، علم البيولوجي، كل ده شيء طبيعي لان انا بتعامل مع بشر والبشر ده متقسم للعلوم الاخرى، فبتستفيد بيها في تحسين التدريب الرياضي وتطوير مستوى اللاعب. مراعاه الفروق الفرديه طبعا في المستوى، في المستوى في الجنس في العمر في المستوى، طبعا اللاعب المتقدم يعني اللاعب الكبير اللاعب اللي هو ادفانسد متقدم في المستوى، في الجنس البنت غير الولد في اثناء التدريب، في الاحمال التدريبيه، في الظروف اللي تمر بيها البنت من فترة الحيض وخلافه، كل ده لازم احطه في اعتباري وانا بقرب البنات عن الولاد. في العمر اكيد طبعا الطفل الصغير مش هيكون زي اللي سنه اكبر في التدريب. نقطة مهمة جدا، التدريب الرياضي عملية مستمرة وليست موسمية، بمعنى ان انا مش هتدرب بس فقط في وقت الماتشات او وقت التدريب المباريات وفي وقت الراحة الانتقالية ينتهي التدريب وما اكملش التدريب بتاعي، لا، التدريب الرياضي عملية مستمرة، وان حصل في توقف اثناء التدريب بيتم بشكل مقنن بشكل علمي سليم عشان ما يحصلش ضروب في مستوى ضروب في مستوى اللاعب، فبالتالي ان هو عملية مستمرة باستمرار. شيء طبيعي ان التدريب الرياضي بيؤثر في حياه الفرد، احنا بنشوف اللاعبين المستوى عالي ليه وقت معين للنوم، وقت معين ليه من النوم، وقت معين للاكل، وقت معين للتدريب، فبيأثر تماما على حياه الفرد في تعاملاته في كل حاجه في حياه الفرد، هو متعمق في حياه الفرد بشكل مؤثر فيه. طبيعي المدرب هو بيكون اب اللاعب، من الاب الروحي من الناحيه الاهتمام، من ناحيه المتابعه، من ناحيه التاثير عليه، فله دور كبير جدا في حياه الفرد والتدريب الرياضي. ما هي المتطلبات اللي انا المفروض محتاجها عشان انفذ تدريب رياضي بشكل سليم؟ طبعا لاعب موهوب، يعني ايه لاعب موهوب؟ لاعب موهوب ده يعني ما ينفعش ان انا اجيب لاعب افرض عليه لعبه معينه واقول له العبها، لا، احنا عندنا اصلا في اختيار الناشئين بنختار اللاعب اللي هو بنعرض عليه كثير من الرياضات ويختار هو الرياضه المناسبه ليه، فاللاعب الموهوب هنا بيكون اصلا متميز بشكل معين في حاجه معينه، فبالتالي هو بيقدر يديني في التدريب ده ويقدر يكون مستواه احسن. النقطه الثانيه اكيد طبعا الجهاز الفني المدرب والطاقم اللي معاه يكون قادر على التدريب بشكل علمي سليم يوصل باللاعب الموهوب ده لمستوى عالي. النقطة اللي بعد كده، رعاية متكاملة، طبعا اللاعب لازم يكون في رعاية خاصة بيه، ناحية من كل النواحي الخاصة باللاعب،
علشان يقدر يوصل للمستوى المطلوب، رعاية صحية، رعاية اجتماعية، رعاية نفسية، رعاية مادية، كل أنواع الرعاية المفروض تكون متوفرة للاعب عشان نقدر نحقق التدريب الرياضي بالشكل اللي احنا عايزينه. الإدارة العلمية المتطورة أكيد طبعا بيقع عاتق جميع هذه النقاط على إدارة خاصة تقدر توفر وتقدر تنفذ الحاجة اللي احنا عايزينها من التدريب الرياضي ده، بيكون عندها مطلعة على الجديد في علم التدريب، متفتحة ذهنيا. واحنا بنشوف كتير من الأندية الرياضية على المستوى العالمي قد ايه الإدارة الخاصة بالفريق أو خاصة بالنادي بتقدر تعمل شغل كتير جدا وتوصل للنادي لمستوى عالمي وتحقيق بطولات كبيرة جدا. أشكركم وأتمنى تكون المحاضرة بسيطة وشدت انتباهكم، وإن شاء الله نلتقي قريبا في المحاضرة اللي بعد كده. تقبلوا تحياتي دكتور أحمد الراعي، السلام عليكم.